مروان خليني ابتدي معاك. يمكن البطوله كانت صعبه جدا وطبعا يعني زمايلك في السيجمنت الاولاني او الفقره الاولى اتكلموا عن صعوبها وان هي كانت لاخر جهاز ما كانتش محسومه. دي حقيقه فعلا. انتوا فوجئتوا بالمنافسه دي ولا كان الموضوع ده متوقع قبل المشاركه؟ هو كان الموضوع كده مدروس طبعا من المدربين بتوعنا، المنافسين بتوعنا، يعني حركاتهم ازاي والفرق اللي قدامنا والكلام ده كله. شفتوهم قبل كده فين عشان تدرسوه؟ لا دي بتبقى حاجات المدربين نفسهم، يعني هم بيبقوا ادرى بيها يعني وعاملين دراساتهم يعني على اللعيبه اللي بره والكلام ده كله. وطبعا بيبقى في بوديوم قبل البطوله. ممتاز. يعني الفرق كلها بتشوف بعض. ممتاز. والكلام ده كله وعلى هذا الاساس بقى بيظبطوا لنا الجمل والحركات وكل الكلام ده اللي احنا متمرنين عليها، بينسقوها يعني صح وبيظبطوا كل الكلام ده. يعني قصدي اقول لك انه خارج الاجهزه او خارج البساط انتوا عندكم شغل كتير جدا. طبعا. ان انت ازاي هتنزل تعمل ايه، مش بس نازل انت تلعب. طبعا يعني في حاجات تبع المدربين، مثلا لو هيضيفوا حركه مثلا لعيب فينا او مثلا هيشيلوا حركه معينه مثلا او كده، الكلام ده كله بيبقى حسب الدراسه والمنافسين بتوعنا يعني. يعني هم شايفين انت اللعيب اللي هينافسك كيف الحصول في الجهاز ده وبيدوا لك حركات وجمل عشان تقدر تتفوق عليه. فالموضوع شغلانه بالظبط. كبيره وقصه كبيره جدا ان انت بتشتغل على نفسك وبتدرس كمان اللعيبه في الفرقه الثانيه. بالظبط يعني هو موضوع دراسات اكتر ما هو شقلبه في الهواء يعني وكده طبعا يعني. طب انت مروان اكتر جهاز بتفوق فيه بتحب تلعب عليه؟ يعني انا كبحب العب عليه بحب العب على العقله يعني، العقله. بحس الموضوع بتحب لذيذ العقله يعني. بس رغم العقله جهاز صعب. يعني العقله يمكن انا من وجهه نظري الفرجه يعني العاديه، يعني العقله جهاز صعب، اصعب من الحصان واصعب من الارضي، انا شايف كده. بس بحس ان الجهاز ممتع يعني، الواحد بيطير ويمسك تاني وحاجات كده يعني.